مشاهدينا بعدنا متابعين معكم برنامج نور الجديد على قناة نور الشرق، ومنستقبل أخصائية التغذية ماريا عماد. ماريا أهلا وسهلا فيك ببرنامج نور الجديد. ميرسي. ماريا، بدنا نحكي اليوم عن المحليات الصناعية أو artificial sweeteners. بداية عرف المشاهدين شو هن. اوكي، عادة العالم تيخففوا من الوحدات الحرارية اللي عم ياخدوها بالنهار، او حتى تيخففوا السكر اذا كانوا من محبي السكر وبحطوا سكر بحي لأكل بياكلوه او بالشاي بالقهوة، بيستبدلوا هيدا السكر بالسكر الاصطناعي تيخففوا وحدات حرارية ويخففوا السكر اللي عم ياخدوه. هلا صرنا نلاقي كتير هالمحليات الاصطناعية بكل شيء، وين ما بتروح بتقرأ انه بالدايت كوك، بالكل شيء دايت فيه او شوجر فري، بتلاقي انه فيه هالمحليات الاصطناعية، حتى بالايس كريم، بالغامز، العلكة، كل هول صاروا كل يعني شو عم بيزيدوا البرودكت يلي فيهم السكر الاصطناعي، وعم بيستبدل السكر هلا صاير تنخفف من هالوحدات الحرارية. طب شو بيفرق السكر الاصطناعي عن السكر العادي؟ السكر العادي مضر، بنعرف انه مضر لانه عم ناخذ منه وحدات حراريه فارغه، يعني هو ما بيغذي، عم تاخذي منه وحدات حراريه منكه. مزبوط، منكه، وكل ملعقه صغيره بتحتوي على 20 كالوري، وهول 20 كالوري بلا غذاء، يعني كالوري فيد، بتاخذي الوحدات الحراريه وما بيغذيك ابدا. وكمان كثره السكر بتؤدي لبدانه، للسرطان، لالتهابات، لتريجليسيريد، للانسولين ريزيستنس، يعني كثير مضر وبيؤدي للبدانه وسوء التغذيه. السكر كمان على كميه كبيره ما بيفيد، مشان هيك العالم بيستبدلوه بالارتفيشال سويتنرز. هلا الارتفيشال سويتنرز شو الفرق بينه وبين السكر العادي؟ انه ما بيحتوي على وحدات حراريه. في عده كاتيجوري من المحليات الاصطناعيه، في عنا يلي بيحتوي على زيرو كالوري مثل الاسبارتام، في عنا اللي بيحتوي على وحدات حراريه قليله كثير مثل اللي بنلاقيهم بالغامز، مثلا المانيتا، الاكزيليتا، السوربيتا، اذا كنا عم نقرا ورا على الاتيكيت بنشوف على الاسامي، هول بيحتوي مزبوط، هول بيحتوي على 2 كيلو كالوري او 2 كالوري بالجرام الواحد، طالما السكر العادي 1 جرام 4 كالوري، يعني نص الكالوري عم نحذفهم. يعني من المفضل الواحد اذا بده ياخد علكه ياخدها مع سكر اصطناعي شوجر فري احسن. مزبوط، بس هلا رح نحكي عن اضرار انه الواحد على طول يلتجئ للشوجر فري بكل شيء او المحليات الاصطناعيه، كمان كثرتها مضره. هلا على الشورت تايم منيحه لانه بتكون عم بتخفف انت الوحدات الحراريه، عم بيساعدك هذا الشيء انك تخسري وزن. هلا عم نحكي عن الخطوره بعدين وين بصير في خطوره اذا بدنا ناخذهم. صحيح. هلا اذا بدنا نحكي عن المحليات الاصطناعيه كنا عم نحكي عن كذا كاتيجوري. مزبوط، اول شيء بالنوع الاول صح اللي فيهم زيرو كالوري مثل الاسبارتام اللي اكثر شيء سامعين فيه نحن، بنلاقيه بكل شيء دايت كوك، سوفت درينكس يلي دايت او شوجر فري بيكون فيه الاسبارتام. الاسبارتام اذا بدنا نحكي عنه كمان بنلاقيه كوميرشال نيم، اذا بدنا نشتري ساشي او الكوميرشال نيم يلي بدنا نحطه نحن بالاكل اسمه ايكوال، بنلاقيه سوفان ايكوال اسمه. الاسبارتام منه هيت ستيبل، يعني ما فينا نستعمله بالطبخ. ايه، بدي اسالك شو هن اللي فينا نطبخ فيهم. مزبوط، بلشنا بالاسبارتام انه منه هيت ستيبل، وكمان منه مناسب للبريجننسي، يعني المراه الحبله مفضل انه ما تاخده للاسبارتام لانه معقول يكون مضر، او حتى في في كمان ميتابوليزم بيكون ايرارج ميتابوليزم ما بيقدر يهضم هالاسبارتام، سو خلينا مبتعدين عندهم بفتره الحبل. ايه، بنسمع ماريا دائما اشخاص وقتها ياخذوا كمان هالمحليات الصناعيه بتحس دغري، بيقولوا بتلعى نفسي، بحس بنفخه، بتضايق، بسوء هضم، بلوتينج، خبرينا كمان ليه؟ صح، على كميه كبيره اللي هي تقريبا بتتعدى 50 جرام من هالمحليات الاصطناعيه، كثير من العالم عندهم بيتعرضوا لهالسايد ايفكت يلي هن بلوتينج او نفخه، غازات، وجع بطن، مشان هيك هن مضرين لانه ما بينهضموا، هن ما بيهضموا جسمك، مشان هيك معقول يسببوا لك بوجع بطن وغازات واسهال حتى، سو اقل من 50 جرام لازم نتناوله. طب ما هو الشوكلت اذا عم تاخذي شوكلت بكود ومكتوب نو ادد شوجر، في عندهم اسبرتام او شيء بقلبه، دافي في 25 جرام. صح، حتى اقل من هيك، او بالعلكه مثلا في 0.1 ملي جرام. يعني بدي كميه كثير كبيره لتوصلي لها، ولكن في عندك عالم حساسه اكثر من غيرها بيتضايقوا على الدوز، يعني انت هيدي الدوز الليفل ستاندر، في عندك عالم على اقل، في عندك عالم على اعلى، ولكن على 50 جرام أكترية العالم بيتعرضوا لهالنفخة والوجع البطن والغازات. هلا حكينا عن النوع الاول، بدنا نحكي عن النوع الثاني تبع السكر الاصطناعي اللي هو مزبوط. في اول شيء باول سكر اصطناعي تبع زيرو كالوري مثل الاسبارتام، في كمان عنا الكاندوريل اللي هو كثير شائع،
او السكرالوز بنسميه. هذا السكرالوز او الكاندريل هو اكثر واحد سيف بنلاقيه على الماركت، حتى للديابيتيك او الناس اللي عندها سكر بتستعملوا هذا السكر الاصطناعي. الكاندريل الشيء فيه حلو منيح او السكرالوز انه هو فيه هو هيت ستيبل، فيك تستعمليه بالطبخ، فيك تشتري مرتبان كبير وتحطيه بالطبخ. كل الكاندريل بنطبخ فيهم مزبوط، كل شيء سكرالوز هو السكر الاساسي هو السكرالوز، بيستعمل بالطبخ وهيت ستيبل وحتى سيف للبريجننسي او المره الحبل فيها تتناوله بكميات قليله لهذا السكر. مثل الكاندريل اللي مسموع فيه مزبوط، او حتى في سبلندا كمان سامعين بسبلندا اللي هو كمان السكرالوز. مظبوط، هو زيرو كالوري وسيف للبريجننسي مثل ما قلنا. اوكي، وفي عندنا كمان السويت اند لو، النوع الثاني اذا بدنا نحكي هو الزيرو كالوري. النوع الثاني هن يلي بيحتوي قلنا على 2 كيلو كالوري بار جرام، يعني فيهم شويه وحدات حراريه اكثر من غيرهم، يعني اكثر من الاسبرتام اللي هن المانيتول، الاكزيليتول، السوربيتول، اكثر شيء بنلاقيهم بالجامز او العلك. كل شيء علكه شوجر فري موجود هيدا فيها، نلاقي يعني فيهم شوية وحدات حرارية ولكن كتير قليلة بالنسبة للسكر العادي. هول السكر منهم ثلاثة أرباعهم منهم هيت ستيبل، يعني ما فينا نستعملهم بالطبخ أو على حرارة عالية. والفرق بينه وبين السكر العادي إنه هن أقل سويت، يعني أقل البوفوار سكران تبعهم منه قوي قد السكر، طالما الأسبرتام أقوى. الأسبرتام إذا بتاكلي السكر تبعه كتير أقوى بتحسيه من السكر العادي. هول السكر الاصطناعي يلي سكر الكول بنسميهم الإكزيليتول، السوربيتول والمانيتول، هول فيهم وحدات حرارية ومنهم كتير السكر تبعهم قوي قد السكر العادي والأسبرتام. أوكي، يعني أقل، بدنا كمية شوي أكبر من الأسبرتام حتى نحلي قد الأسبرتام. والنوع الثالث؟ النوع الثالث هو الستيفيا، هلا صار كثير ترندي لانه ما له زمان منزلينه على السوق الستيفيا. صحيح، الستيفيا هو اكستراكتد، الوحيد الاكستراكتد من بلانت ناتشورال، هوليك كلهم اصطناعيه مثل ما اسمهم بدل سكر اصطناعي، ولكن الستيفيا اكستراكتد من شتله موجوده بساوث امريكا او امريكا الجنوبيه، كانوا يستعملوها من زمان حتى يداووا حالهم بهالشتله، كانت كثير مفيده لكل شيء امراض، كلهم كانوا يستعملوا هيدي الشتله. ولكن الـ FDA أو الـ Food and Drug Administration بالولايات المتحدة هي اللي بتعمل رقابة على كل شيء بنستعمله بالأكل أو كل شيء بده ينزل على الماركت، منعت إنه نستعمل الورقة مثل ما هي الكاملة الستيفيا. مش هيك بنلاقيه هلا إنه في جوت ستيفيا أو بتلاقيه حنجر بتستعمليه ليكويد ستيفيا السكر، أو بتلاقي سكر أن بودر، السكر بنستعمله عادي بودرة من ستيفيا. هلا ليه شو بيفرق البودرة عن السكر مثلا للاستعمالات اليوزز؟ قصدك البلانت العاديه اللي ما فينا نستعمل الورقه او السكر العادي؟ لا، الستيفيا اللي في منه جوت مزبوط. وفي منه سكر العادي، ليتون زيت الشيء حسب العالم كيف بدهم اياها التكستشر اكثر. مثلا جوت فيك تستعمليه اكثر بكل شيء كافي وهيك انه براتيك اكثر، بتحطي نقطه وبتحلي كثير، عنده قدره كثير انها تحلي، وكمان زيرو كالوري فيها ولا واحد حراريه. مظبوط، الستيفيا ما فيها وحدات حراريه وكثير قوي طعمته السكر، ولكن الفرق انه رح يعطي شوي بيتر سويت بالاخر، انه طعمه مره شوي، عنده افتر تيست. اذا مجربه الستيفيا مثلا بتلاحظي انه من بعده في طعم مره بيترك بالتم، هذا شوي ثقيل لانه هو اكستراكتد من نبته. هلا ليه ما فينا نستعمل هالورقه مع انه كانت تفيد كثير قبل وكانوا يتطببوا فيها؟ لانه بيقولوا انه معقول تعمل انتراكشن مع ادويه، يعني معقول اذا اخذت الورقه مثل ما هي تعمل انتراكشن مع ادويه. حتى في دراسات اثبتت انه بتاثر على الفيرتيليتي او الخصوبه، نسبه الخصوبه. سو هن مثل كرروها وحولوها لنقط وشالوا منها الماتير اللي معقول تعمل انتراكسيون مع الادويه، مشان هيك صار بنلاقيه او جوت او بودر الستيفيا. طيب ينطبخ فيه ستيفيا او لا؟ بلا بيطبخ فيه، فينا نستعمله بالطبخ بمرمر. صح، اذا فيك تتعود هالطعم ما بيأثر، هي ماشية عم طعمه كتير خفيفة ولكن بتحس فيها، بس خلاص من اللقمة بتحس شوي انه في مثل طعم مرة. انت بشو بتنصحينا اكثر شيء اذا الواحد بده يستعيد بالسكر؟ اي نوع بتفضليه مثلا انت يمكن بيرسونال يوز كمان؟ صح، انا بنصح اكثر شيء بالسكرالوز اللي هو مثل ما قلنا الكاندريل، خصوصا اللي عندهم امراض السكري لانه كثير بيساعدهم، ما بيعلي الانسولين. وكمان الستيفيا كثير منيح، وهلا اثبتت كثير دراسات انه منيح، ولكن مودريشن يوز، يعني ما نفرط كثير باكلهم لكل شيء ارتفيشال سويتنرز. طيب ماريا، شو بيفرق السكر الابيض عن السكر الاسمر؟ صح، هلا السكر الاسمر مفروض يكون انه بغذي اكثر من السكر الابيض، لانه مفروض يكون بعد فيه البوتاسيوم، بعد فيه سيلينيوم، بعد فيه زنك اكثر من السكر الابيض، لانه ما بنستخرجه على الاخر وما بنعمل له مثل تكرار كثير قوي، بنترك فيه بعض المواد.
ولكن هلا بالسوق عم نلاقيه هو السكر الاسمر يلي عم نزيد له كولوران او حتى المولاس او الدبس، بنزيد له دبس حتى يلونوا هذا اللون الاسمر. يعني بس ما بيكون مزبوط ملون كولوران بيكون لا مش من قصب السكر كان مزبوط اسمه. لا هو السكر الاسمر مزبوط لازم يكون من قصب السكر بقى فيه الماتير، مشان هيك بيكون لونه اسمر او لونه رو. ولكن هلا اللي عم نلاقيه بالسوق منه هيدا المستخرج من القصب السكر، عم يستخرجوه يكرروه ابيض ويحطوا له معه يعني بالعكس بدر بزياده عن الابيض. مزبوط مزبوط، ما فيه ابدا فايده مثله مثل السكر الابيض، زيت الكالوري وزيت الغذاء كمان، ما فيه غذاء يعني ما فيه لا فيتامينات ولا معادن موجود أبداً. فيهم. طيب شو الفرق بين السكر كمان والهاني او العسل؟ العسل هلا معقول العسل قد ايه في كالوري اول شيء خلينا نحكي؟ العسل مثله مثل السكر، بنعتبره انه الملعقه الصغيره بتحتوي على 20 كالوري مقبولة. مثله مثل السكر. مرات بتفرق شوي العسل بيكون اكثر فيه كالوري من السكر العادي حسب المصدر من وين عم ناخده. احنا بنعرف انه العسل معقول يجي من بجيبوه مثلا من الشجره، من شجره سندين بيقولوا لك ورده الشجره السندين. صحيح. مرات من الحيل النحل، نحل، مرات من الفلور حسب شو الفرق يعني. مش هيك بيفرق شوية كالوري او حسب قد ايه هو سكر اكثر. ولكن الغذاء كمان للاسف عم بيكون هو زيته الا اذا عم تشتريه طازه او فري، انت بتعرفي المصدر من وين عم تاخديه، فيك تجيبيه بيكون بعد فيه سيلينيوم زياده او زنك زياده او بوتاسيوم زياده حسب المصدر دونك. ولكن اذا عم تشتريه كوميرشالي وهو العسل الرخيص سكر على الحل هيدا اكيد. طيب اللي بيكون بيشاهدوا كمان نفس الكالوري اللي بيكون مزبوط زيت الكالوري زيت الشيء هي معقول يفرق شوي زياده ويمكن بغذى اكثر فيهم بنلاقي بعد فيه السال مينيرو او الفيتامينات. صحيح صحيح. طيب خلينا نحكي اي انواع من السكر اللي كنا عم نحكي عنه للدايت هن سيف للحوامل ولمرضى السكري؟ عندنا اول شيء السكرالوز او الكاندريل هو سيف للبريجننسي وللسكري كمان، يعني كلهم سيف للسكري، المريض السكري فيه ياخذهم كلهم. ولكن السكر الكول يلي فيهم 2 كالوري يعني بعلوا شوي الانسولين، بدنا ننتبه انه اذا تعدوا 5 جرام بدنا نصير نحسبهم بالانسولين. نحن عاده بنرجلج اليونيتي الانسولين على قد ما بناخذ سكر، ما بنحسبهم للسكر ارتفيسيال مع الانسولين لانه ما بيحتوي على وحدات حراريه ولا بعلوا الانسولين. ولكن هول اللي بيحتوي على 2 كيلو كالوري او فيهم شوي وحدات حراريه بكميه كبيره بدنا نصير نحسب لهم حساب للانسولين. مشان هيك احسن ناخذ تبع زيرو كالوري مثل الكاندريل او الاسبرتام بالسوفت درينكس او حتى في الاساسيل فامكا سامعين فيه نيوترا سويت كمان هول القصص كمان سيف للديابيت للباسيان ديابيتيك وللبريجننسي للحوامل. وي في عنا الكاندريل وفي عنا كمان السكرين سكرين او سويت اند لو كمان ات سيف فور بريجننسي ات سيف فور بريجننسي كمان مزبوط. طب خلينا هلا نحكي ماريا عن ايجابيات وسلبيات المحاليات الاصطناعيه او ارتفيشال سويتنرز. اوكي من قصص البوزيتيف انه اذا الواحد عم ينتبه على حميته الغذائيه وبده يضعف وبده يشيل من وزنه منيح انه يستعمل هول المحاليات الاصطناعيه بما انه ما بتحتوي على وحدات حراريه عندها طعم سكر قويه، يعني بيكون بديل للسكر مع زيرو كالوري على فترة قصيرة، هيك بيكون عم بيضعف عم بيساعده انه يضعف هيدا الشيء. كمان حتى احسن ياخذ الدايت كوك اذا عم نتبع حمية غذائية، دايت كوك من الكوك العادي لانه مثلا الكوك العادي بتحتوي على 10 ملاعق سكر، يعني هول 200 كالوري، واذا عم تاخذي انت الدايت كوك زيرو كالوري، سو هون عم توفري 200 كالوري بنهارك، سو هول كثير مهمين اذا بدنا نخسر وزن نحن. اكيد. وكمان انه قلنا بيحتوي على زيرو كالوري وطعمته طيبه وفينا نستعمله بالطبخ، كمان لمرضى السكري منيح انهم يستعملوه لانه ما فين ياخذوا السكر العادي، بياخذوا المحاليات الاصطناعيه كمان هذا الشيء منيح. ولكن السلبيات انه في دراسات اثبتت انه السكر لانه طعمته قويه، هذا السكر الاصطناعي بتكون طعمته قويه عم تاخذيه وما بيحتوي على وحدات حراريه، هذا الشيء عم بيخلي انه السيرفو يضيع، انه عم تاخذي انت عم بيعمل له مثل ستيميلاسيون او الانسجه اللي براسك عم بيعمل لهم ستيميلاسيون انه عم بياخذ السكر ما عم يوصل لهم شيء، فهذا الشيء بخلي راسك يطلب سكر اكثر، بخلي يجبرك انك بدك تاكلي سكر اكثر. فهون بتصير انت عم تاخذ الدايت كوك او اللي فيه السكر الاصطناعي بتطلبي اكل اكثر، بتصير تاكلي اكثر بكميه اكبر لانه راسك ما عم يشبع، ما عم يبعث سينياليزاسيون لبطنك انه خلص ما بقى بده سكر، بالعكس رح يطلب السكر اكثر، مثل عم يعمل فود ريورد،
عم ياخذ الطعمه ولكن ما عم بيصير له الكالوري، عم بتغش شيء. كانه عمليه غش. مزبوط، كانه عم نغشه لراسنا او السيرفو او الخلايا تبع الراس، مشان هيك رح يطلب السكر اكثر. سو بنكون عم نخفف نحن من ميل ورح نطلب سكر من ميله ثانيه. هيدي هي السائل. كمان على هاي دوزز، كمان الدراسات ولهم سنين بيحكوا فيها انه معقوله كمان يكونوا مسرطنين هول المواد على الدوز قويه. سو بدنا نخفف، بدنا نعتمد على كميه كثير قليله حتى ما نتفادى هذا الريسك اللي عم ناخده. كمان في بعض المحليات الاصطناعيه عندهم افتر تيست او طعمه مش طيبه من بعدها او مره. كمان في عالم ما بيتقبلوها لهالطعمه او ما بحبوها، انه ما بيتقبلوها سو بيبتعدوا عنا كرمال هذا السبب. كمان في قلنا كمان في منهم بيحتوي على وحدات حراريه، بدنا ننتبه منهم اذا كنا نحن مرضى السكري، بدنا نحسبهم بالانسولين اذا فوق ال 5 جرام عم ناخذ من هدول السكر الاصطناعي. بنقول هيدا وات ايفر، انه هذا البسكت او تشوكلت بنقول انه هذا في محل اصطناعي، فبناكل بناكل بناكل منه ما بنحس. بتاكلي اثنين ثلاثه، لو اكلتي واحد اهم نوع شوكولا ما في كالوري قدهم بصير. صح، انا هيك بحس يعني. صح. يعني فضل اكل شيء شوكولا عادي كاتش منه ولا اكل اثنين ثلاثه من هوليك. هلا الفكره انه لانه بشوفوه دايت او شوجر فري بياكلوا اثنين او ثلاثه منه وبكونوا عم بيعوضوه، او حتى بين لوح شوكولا عادي مثلا شوجر فري ولوح شوكولا عادي بتلاقي انه معقوله ما يكون فيه سكر ولكن معقول يكون فيه فات اكثر تيتركوا الكونسيستانس او تيضلوا مثل متماسك هذا لوح الشوكولا. بشيلوا السكر من ميله وبحطوا من ميله ثانيه فات اكثر. صحيح صحيح، ها هي يعني بدنا ننتبه يعني نقرا الليبلز من ورا لو كان شوجر فري. هلا بدنا نعمل حلقه عن الليبلز، عن الليبلز انا وياكي تنعلم المشاهدين كيف يقروا مزبوط. مش كل شيء اسمه فات فري هو فات فري، وبالعكس ناخذ قصص صحيه احسن واحسن. صح. طب مازلنا عم نحكي بهول المواضيع على السكر، خلينا نحكي عن الفركتوز كمان. مزبوط، الفركتوز من قد ايه بيفرق عنهم وقد ايه احسن منهم؟ الفركتوز بنلاقيه هو السكر الموجود بقلب الفواكه. صح. حتى بنلاقيه بالعسل، العسل فيه جلوكوز وفركتوز. هلا الفركتوز اكيد كثير منيح انا نتناوله من الفواكه ومن الخضره اللي موجود فيهم الفركتوز لانه بيفيد كثير ومعه بنكون عم نرفقه بالياف الفواكه. صح. فبيكون كثير صحي. ولكن هلا عم يستعملوا هذا الفركتوز بكل شيء، قصص اصطناعيه بالشوكولا بالكاتشب، حتى بطل نلاقي فيه سكر اذا الكاتشب عم بحطوا فيه فركتوز. ليه؟ لانه طعمته السكر قويه فيه ولانه ارخص للسوق وارخص للبرودكت تيعملون. مشان هيك هون ننتبه انه هذا الفركتوز اللي عم ناخده من كل شيء مواد اصطناعيه هذا كثير عنده تنقص انه يتكدس فات بالجسم. صح. لانه الجلوكوز بتستعمليه عاده أهين انه يتكدس ويستعمل انرجي، الفركتوز بده وقت اكثر ليتحول لجلوكوز وتستعمليه طاقه، مشان هيك بيتكدس لفات اكثر. سو الفركتوز اهم شيء ناخده بس من الفواكه والخضره، ولكن ما بس نقرا على الاتيكيت انه فيه فركتوز ما نفكر انه هذا شيء صحي. هو فركتوز كورن سايرب بنستعمله هذا اكثر شيء، بس نقرا هذا الشيء يعني هذا كثير مضر وفيه فركتوز ورح يتكدسوا لدهون بكثره. مزبوط. طب نصايح عامة للمشاهدين اللي عم يسمعونا هلا كمان. هلا اذا عندنا شي 3 دقائق 5 دقائق. صح، الواحد اذا بده يقول طب شو بناخذ نحن معنا مثل مغزى من كل هول، انه شو فينا نستعمل ارتفيشال سويتنرز او السكر العادي. هو اهم شيء اذا الواحد عم بحافظ على حميه غذائيه على فتره كثير قصيره في يستعمل المحليات الاصطناعيه، واصلا في سيف دوز يعني ما بنوصل له نحن حتى بنهار. الاف دي اي حاطه انه مثلا فيك تاخذي 50 ملي جرام بار كيلوغرام من جسمك من سكر الاصطناعي. يعني اذا بتحسبيهم بيطلعوا كثير اعلى من ما انت بتاخذي بالنهار. صح. ولكن خلينا على طول يكون على فتره قصيره وان مودريشن، يعني هي مودريشن از اكي، بدنا ناخذهم على فتره قصيره كثير منيح حتى نضعف. اهم شيء ما نعمل فود ريورد، يعني اذا عم ناخذ نحن هالمحليات الاصطناعيه لان ما فيهم كالوريز ما نعوضهم بغير شيء، انه انا اخذت هذا فيه زيرو كالوري رح اكل هاللوح الشوكولا لانه اخذت شيء ما فيه وحده حراريه. ما نعمل فود ريورد. كمان المحليات الاصطناعيه منيحه اذا عم ناخذها قبل ما ننام لانه ما بتعمل كاري، ما فيها ما بتعمل كاري دانتير او ما بتساعد التسوس. لكن عم نحكي على العلكه ما رجعنا جبنا السرطه، خبرينا عنها شوي. صح. العلكه الشوجر فري ما بتساعد انه يصير في تسوس، هيدا الحلو فيه انه الشوجر فري او المحليات الاصطناعيه ما بخلوا يصير في تسوس بسنان. بتنصح او لا؟ ما بتنصح، لا اكيد. والحبه ما بيكون فيها شيء ابدا، مليغرامات كثير قليله من هيدا السكر الصناعي. لا، في اشخاص بياخذوا كذا حبه مع بعض حتى لو بضلوا كل نهار يغيروا ويغيروا ويغيروا، بقولوا بنوقف شوي عن الاكل. هي العلكه اللي فيها سكر عادي فيها تقريبا شيء 5 كالوري،
سو هيدا كل حبه كل حبه تقريبا فيها شي 5 كالوري من السكر. سو انت اذا عم تاخذي السكر الاصطناعي بالعلكه ابدا ما فيها شيء، حتى اقل من النص. اوكي كثير منيح، سو ما بياثر اكيد. احلى وسيله هيدي الواحد يقطع شهيته. صح، واهم شيء كمان اذا بدنا ناخذ السكر ناخذه من الفواكه ومن كل شيء قصص طبيعيه. صح. نبتعد عن السكر الابيض وعن السكر الاصطناعي، نجرب ناخذ قد ما فينا الفواكه والخضره وناخذ منها الفواكه السكر اللي نحن عايزينه. كمان السكر هو مثل بيعمل لك ادكشن، سو العالم بيقولوا لك يمكن ما بنقدر نستغني عن قهوتنا بلا سكر. جربوا يتعودوا جمعه، يجربوا جمعه يشربوا القهوه بلا سكر وشوفي كيف هن ما بعوضوا فيهم يرجعوا يحطوا سكر، بيتعودوا على الطعم تبع القهوه. الشوكولات ما فيك تبعدي عنه كمان. اكيد لا اكيد، والشوكولا مفيد خصوصا اذا كان شوكولا اسود امير. مزبوط، سو كل شيء باعتدال كثير منيح. ولكن طب الجيلو، الجيلو بيكون فيه بس 7 كالوري، هيدي شو بيكون فيه بقلبه؟ كمان بيكون فيه هول المحليات الاصطناعيه خصوصا السكر الكول للجاليز. خصوصا للجاليز والجالو اللي فيهم سكر الكول اللي حكينا عنهم، يعني المانيتال الكزيليتال اللي بنلاقيهم بقلب العلكه كمان منيح اكيد، وما بيحتوي على وحدات حراريه. كاسناكس يعني صغيره ما نكتل كثير. مزبوط، طاسه يعني بالنهار بتقطع اكيد 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 اكيد. أمان شكرك ماريا على وجودك معنا، وأكيد حلقات جديدة هلأ بشهر الصيام، كمان المشاهدين يسمعوا نصايحك الحلوة كمان بهذا الشهر المجيد. نتمنى لك الصيام مقبول كمان لإليك. مرسي إليك ولكل المشاهدين. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، ما تنسوا الإعادة الساعة 11 ليلا، ما تنسوا كمان تعملونا لايك على الفيسبوك بيج نور الشرق، وكمان على اليوتيوب كل حلقاتنا فيكم ترجعوا تحضرون. ان شاء الله يكون نهاركم حلو وصوم مبارك، كما بتمنى للجميع نهاركم سعيد.